بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحول الكريم، أيها المشاهدون جميعا، أحييكم أجمل تحية من هنا من أرضية هذا الميدان، ميدان الدستور، أحد أفرع وأذرع المرموم، ميدانة الدنيا دبي، مع انطلاقات سن الحجاج في صباح هذا اليوم، السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. تحديات سن الحجاج في أشواط السرعة والانطلاقات المتميزة ومسافة ورحلة 3 كيلومترات في هذا الصباح الجميل. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الثالث، وهو شوط خاص بالحجاج البكار بشعارات أبناء القبائل. نتمنى التوفيق للجميع مع هذه الشعارات المتميزة، مع هذه الأسامي اللامعة. نتابع الصدارة وفتنة من قادة المجموعة، من انطلقت بناموس هذا الشوط. نايل براشد النايلي الشامسي يقدم فتنة بمقدمة هذا الشوط، مهيضة مع المركز الثاني شعار حمد بن سهيب العبد النعيمي. نتابع المركز الثالث والتقدم مع سليطة أحمد بن علي بن محمد بن واصل التبي، ومع المركز الرابع تاتي فيض حمد بن غريب بن راشد الكتبي. من يقدم فيض على مستوى المركز الرابع؟ خامس انطلاقاته، وأرى المجموعة القادمة في هذه اللحظات والتسلل على مستوى المركز الخامس، كي أرى القدوم من كيف لعلي بن سلطان بن رشيد الكتبي. ومع المركز السادس، سادس المشاهدين متابعين الكرام، أرى الأسامي القادمة في هذه اللحظات والتسلل مع مياس العمير بن سهيل بن قنزون الشامسي. من الجانب الآخر مع المركز السابع تصل الحقه لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي، ومع المركز الثامن تحديات بلقيس ناصر بن معيوب بن سعيد الشدي، ومع المركز التاسع أو المركز العاشر أرهني التحديات أيضا لمتعبة سالم بن حمد بن علي المالكي. هذه النتيجة، هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع صدارة هذا الشوط. نتابع البداية والكوكبة ثنائية على المقدمة مع هذا الانطلاق المتميز، وأرهني اللي قادت المجموعة فتنة نايل بن راشد النايلي الشامسي منذ البداية على قمة هرم هذا الشوط، تقود هذه الجموع. ولكن التسلل من الجانب الآخر من الحقة محمد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي يقدم الحقة اللي بدأت تتسلل في هذه اللحظات إلى المقدمة. انتزعت ناموسي هذا الشوط مع لوحة الكيلو المتر الأخير، الكيلو المثير. نتابع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث، وأرى التقدم، أرى التسلل في هذه اللحظات، التقدم بالشعار علي بن راشد بن مسلم العمري ولد السهران يصل مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات الشرود محمد بن حمد بن سالم الدرعي، ولكن بن رشيد انطلق بالصدارة، بدأت تباعد المسافة. الحقة على المقدمة، يرت الشوط، باعدت المسافة، تتجه اتجاه سليم لناموس هذا الشوط مع أهالي الراشدية، هم الأقرب. ولكن التسلل مع المركز الثاني بالشعار ولد السهران ياتي أيضا مع هذا الانطلاق علي بن راشد بن مسلم العمري. ولكن الصدارة والمقدمة، ما شاء الله، الصدارة مع الحقة، والعاصية قادمة بكل قوة مع أبناء السلطنة مع هذا الانطلاق المثير. تحديات الحقة والعاصية قادمة، اللحظات الأخيرة. سلام لبن رشيد مع هذا الأداء المتميز، محمد بن علي بن عبيد بن رشيد المركز الثاني، علي بن راشد بن سلم العمري المركز الثالث. تاتي الشرود محمد بن حمد بن سالم الدرعي المركز الرابع، شوده لعبد العزيز بن حمد الربيعان، ومع المركز الخامس بشعار الشاعر سعيد بن حمد بن مصلحة الاحبابي، مع المركز الخامس مع شبايب. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني،
ولحظات الوصول إلى خط النهاية في هذا الانطلاق المتميز والتحديات في هذا الشوط حتى اللحظات الأخيرة، ولكن التوقيت الزمني مع الحقة 4 دقائق 37 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي على فوز الحقة بالمركز الأول. المركز الثاني العاصية 4 دقائق 38 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا لمالك العاصية علي بن راشد بن مسلم العمري، ومع المركز الثالث هذه لحظات الوصول أيضا بتحديات وانطلاقة الشرود. 4 دقائق 39 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الشرود محمد بن حمد بن سالم الدرعي، ومع المركز الرابع تتقدم بهذا الانطلاق جودة لعبد العزيز بن حمد بن علي الربيعان. 4 دقائق 39 ثانية 8 أجزاء من الثانية. ومع المركز الخامس تاتي أيضا بهذا الانطلاق الجميل والتحديات في هذا الشوط شبايب بشعار سعيد بن حمد بن مصلح الحبابي.